لطالما كان الحب من أجمل المشاعر التي قد تولد بين الرجل والمرأة، فما إن تبدأ هذه المشاعر بالظهور لا يستطيع الشخص إخفاءها، فتظهر وتفصح عن نفسها. ورغم أن هناك بعض الصفات والتصرفات التي يشترك فيها الرجل والمرأة عند الوقوع في الحب كالغيرة وزيادة الاهتمام وحتى الإخلاص، إلا أن مشاعر الحب عند الرجل تختلف عن مشاعر الحب عند المرأة، سواء في الدماغ أو التفكير أو حتى في طريقة الحياة ككل. ولهذا السبب قد يؤدي هذا إلى حدوث العديد من المشاكل بين الطرفين لعدم فهم كل منهما لما يراه الآخر. وفيما يلي نستعرض عليكم أبرز الفروقات بين الرجل والمرأة في الحب. الفرق بين عقل الرجل والمرأة في الحب. عادة ما تعرف المرأة بأنها شديدة الحساسية تجاه كل شيء في الحب، كما أنها سريعة البكاء والغضب لأي شيء يمس عاطفتها، وكذلك عندما تحب وتعشق تصبح سريعة الاستفزاز، وعندما تحب المرأة تدلل حبيبها فتتحول المرأة العاشقة لأم، حيث يخلق فيها الحب شعور الأمومة حتى قبل أن تحمل وتلد الأطفال، لأن حبيبها بالنسبة إليها هو طفلها، فتخاف عليه وتعطف عليه وتحب أن تقدم له الرعاية وكأنها هي المسؤولة عنه. كما تعرف المرأة بأنها كثيرة الأحلام ومرهفة الأحاسيس والمشاعر، لذلك يبقى الحب عندها شيئا أساسيا في حياتها لا يمكنها الاستغناء عنه، فهو يمتلك كافة مشاعرها ويجعلها تعيش من أجله دون أن تفكر بأمر آخر، فتسعى لإرضاء حبيبها حتى وإن كان على حساب راحتها وحياتها، مما يزيدها تعلقا وتمسكا به. الفرق بين الرجل والمرأة في التعبير عن الحب. من المعروف أن المرأة تعشق من أذنها، فهي لا تهتم كثيرا بشكل الرجل بقدر ما يهمها شخصيته وأفكاره وعقله. كذلك يسيطر قلب المرأة في الحب على أفكارها وقراراتها بشكل مستمر، فتصبح القرارات التي تأخذها أكثر عاطفية. أيضا تحب المرأة استملاك الرجل بعقله وقلبه ووقته، ولذلك تزداد غيرتها من كل ما يحيط به، وتحب أن تعرف بكل ما يقوم به خلال يومه. أما فيما يخص الرجل فهو عكس المرأة تماماً، فهو يعرف بأنه قاس في الحب، فعلى الرغم أنه يحاول التلميح لفتاته عن حبه من خلال اهتمامه وغيرته التي تسيطر عليه، لكنه لا يبوح عما في قلبه بسهولة، اعتقاداً منه أن الاعتراف بالحب ضعف. الرجل أم المرأة؟ أيهما يحب أكثر؟ كذلك يمكن للرجل مهاجمة المرأة التي يحبها وجرحها، ولكن الرجل عندما يحب يبدأ بالاهتمام بحبيبته ويدللها ويغار عليها من الرجال خوفا عليها منهم، لأنه يعرف سوء أفكارهم. وخلافا للمرأة التي تعشق من أذنيها، يحب الرجل من عينيه، فهو يتقرب من الفتاة الجميلة التي تجذبه، ثم يبدأ بالبحث في شخصيتها وأفكارها ويحبها، لكنه يحب أن تكون لديه مساحة خاصة يمارس فيها هواياته وأموره الشخصية دون إزعاج من حبيبته. فغالبا ما يمل الرجال من المرأة التي تلغي جانب حياتها الخاص للتفرغ للحب فقط. كذلك يعد الحب عند الرجل أمرا ثانويا يأتي مع هواياته وعمله وحبه لذاته، فلا يكلف نفسه كثيرا بإرضاء المحبوبة، وخصوصا عندما تصبح زوجته، ولكنه في المقابل يحب من تتدلل عليه وتجيد لفت رجولته.